السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في. تقييم محمد الشناوي حارس الأهلي 1.5 مليون، 1,500,000 جنيه. عشان اعرف السبب، انا طبعا دخلت عرفت السبب وجاي اقوله لك، يعني اصبر اقول لك اهو ليه. بقى الشناوي قبل ما يروح الأهلي كان في فريق مش عارف المقاولين ولا كان فين، فبعد ما اتنقل للأهلي تقريبا كرف للمدير اعماله او وكيل اللاعب اللي هو محمد الشناوي يعني، فمفض له، فالتاني رفع عليه قضيه فتغرم 10% من المبلغ اللي اتنقل بيه من النادي دوت للنادي الاهلي. فالمبلغ اللي هو او يعني النسبه اللي هي 10% طلعت 1,500,000 جنيه. تغريم محمد الشناوي حارس الاهلي 1,500,000 جنيه، عشان زي ما قلت لكم نفض لوكيل اعماله، فوكيل اعماله رفع قضيه فاوبا خدهم منه. فما تنساش ادينا لايك شير سبسكرايب شغل كل خبر جديد تعرفه اول باول. سلام.